الموضوع ده ينطبق عليك تماما، يا واد يا تقيل في والجو ايه ده، بقى؟ صح؟ مالكش انت في الحب والجو ده ولا ايه يعني؟ الحاجات دي بتطلع شكل الواحد وحش. لا ليه يعني؟ من يعني اي ناحية وحش؟ لا يعني الناس بتفكر بقى ان انت شايف نفسك وان انت لا لا انا خالص. جماعة عادي والله، لا يعني ممكن الواحد ما غلبان يبقاش وما عنديش اي لا ممكن الواحد ما بيبقاش يعني له الحب مثلا في وقت معين عادي. يعني شايف ان الواحد يحب لازم يتجوز، كان تفكيري كده. ده بجد كده. فكنت لغاية ان انا مش هج... يعني مش قادر اتجوز، او يعني مش قادر، لسه مثلا بدرس، لسه مش عارف ايه، لسه ايه، فما يعني كنتش بسعى للحب. انت نموذج الست اللي ممكن تحبها زي مين مثلا؟ يشبه مين؟ زي ايه؟ صفاتها ايه؟ انا بحب، ما بحبش التكلف، ولا احب المنظرة، واحب الطبيعية، واحب البتاع، احب الشخص يبقى على طبيعته، الشخصية الجادة شوية ليها جمالها، والشخصية الفرفوشة ليها جمالها، احب اشوف الشخصية كده. مش مهم تبقى حلوة ولا لازم تبقى حلوة وكده، مش ما يعني اهم لك حاجة شخصيتها نفسها تبقى حلوة بالنسبة ودمها لي. خفيف وكده بحب الضحك واحب خفة الدم بس مش مهم حلوة او لا، مش ما يعني لك شو لازم تكون بتطبخ، لازم تتعلم الطبخ. تتعلم الطبخ، انا تتعلم الطبخ. لو ما تعرفش تطبخ زي كل الستات، ما كانوش بيعرفوا يطبخوا في الاول، بس انا مهم بالنسبه لي احب ان انا مراتي تطبخ يعني.